في ذهني أن أحد السائلين كان سأل أكثر من سؤال في ورقة، أجبت عن سؤال أو أكثر وبقي هناك سؤال آخر. كان هذا السؤال يدور حول قصة عبد الله بن مسعود، قصة عبد الله بن مسعود لإنكاره على أصحاب الحلقات في المسجد الذين كانوا يأتون الذكر بالحصى. السائل أشكل عليه هذا الأمر، أشكلت عليه القصة وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن، يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحكتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر. أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود لها ألفا، فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيري أيضا لأن هذه مشكلة قائمة اليوم. إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع. أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا، وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها. فليس كل صلاة عبادة، كذلك ليس كل ذكر عبادة. هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية، وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع. فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات حينما ذكرت قصة ابن مسعود، هو لا لأنه مجرد ذكر، وإنما لأنه احتف بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء. هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ هذا أمر مستحيل. إذن كان على السائل أن يتساءل ما هو السر، ما هو السبب في إمكان ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات. إذا أنا لم أبين ذلك في بعض المناسبات، أن أقول الآن كلمة مختصرة. هناك مجلس للذكر، ذكر الله عز وجل، أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه بالأصل بدعة أخرى أنا أبتدئها قولا وتحذيرا، لا أبتدئها فعلا وعلما. هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى،
في مجلس ذكر الله، وفي مجلس الصلاة على رسول الله، وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى. نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا، نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة. سمعتم الذكر شيء؟ ما سمعتم؟ يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله البدعة؟ ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل، والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو يستكثر. بعدين قال عليه الصلاة والسلام يزر الله على الجماعة. إذن بدل ما نصلي كل واحد لوحده، نصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز من وقت مكروه بين المغرب والعشاء، نختار الوقت المناسب، نصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأن صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم.